كل اللي يعانون من اكتساب بعض الوزن في الأربعينيات أو الخمسينيات، إحنا نتكلم عن الشباب في الأربعينيات والخمسينيات، إيه احذروا خطر الوفاة المبكرة لا سمح الله. طبعا صحيح، دراسة نشرت في بريطانيا أكدت أن 30% من الذين يعانون من الوزن مع أمراض السكر والكوليسترول وضغط الدم معرضون للوفاة بسن صغيرة. الإصابة بهذه الأمراض تعرض أصحابها إلى خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية طبعا خلال السنوات 30 التالية اللي بعد إصابتهم دون أن تظهر عليهم أي أعراض. أوصت هذه الدراسة من يعانون من زيادة الوزن بالحركة والفحص المتكرر لسكر الدم والضغط وقياس محيط الخصر دائما. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.